وافقت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية على 22 طلبا لعمليات استحواذ خلال الربع الأول من هذا العام. وعلمت الشرق أن إجمالي طلبات عمليات التركز الاقتصادي التي تشمل الاندماج والاستحواذ قد بلغت 71 طلبا، مرتفعة من 31 طلبا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وينضم إلي من الرياض السيد طلال بن عبد المحسن الحجيل، رئيس وحدة الاندماجات بالهيئة العامة للمنافسة. أهلا بك معنا في أسواق الشرق. بداية، كم عدد عمليات الاستحواذ التي تم رفضها في العامين الأخيرين؟ السلام عليكم. بالبداية رحب بكم. الهيئة العامة للمنافسة لم يسبق لها أن رفضت عملية استحواذ في العامين الماضية. ورد لها هذا الربع الأول أكثر من 22 طلب، 26 طلب تركز اقتصادي، 22 منها تم الموافقة عليها تشمل عمليات الاستحواذ، واثنين عمليات اندماج، واثنين مشاريع مشتركة. طيب سيد طلال، ما هي المعايير التي يتم اعتمادها لمنع التركز في قطاع معين، التركز الاقتصادي في قطاع معين دون غيره؟ طبعا الهيئة العامة للمنافسة تدرس طلبات التركز إذا كانت منطبقة لشروط نظام المنافسة اللي حددها النظام، اللي هي إيرادات أطراف التركز الاقتصادي، والمقصود بها أطراف التركز الاقتصادي هنا البائع، المنشأة البائعة والمنشأة المشترية والمنشأة الهدف اللي هي الباير والسيلر والتارجت، إذا تجاوزت مبيعاتهم 100 مليون ريال سعودي. والشرط الثاني اللي ينطبق عليها اللي هو التغير في السيطرة، عندما تتغير في السيطرة فإنه يتوجب الإبلاغ لدى الهيئة العامة للمنافسة. طيب سيد طلال، في القطاع المصرفي السعودي شهدنا استحواذات عديدة وضخمة، هل تعتقدون أن هذا سيؤدي ربما إلى خلق كيانات احتكارية؟ وما هي الضمانات لعدم الوصول إلى حالة من الاحتكار في هذا القطاع؟ بالنسبة للقطاع البنكي، الهيئة العامة للمنافسة لها دراسة اندماج البنك السعودي البريطاني مع البنك الأول في عام 2019 وصدرت فيها الموافقة، وعندنا الاندماج الأخير اللي هو تم بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية وصدرت فيها الموافقة. كلا الحالتين تم دراستها بعناية، فنحن نعرف أن حساسية القطاع البنكي، فتم تحديد السوق المعني بعناية وتحديد جميع منتجات البنوك المقدمة من قبل أطراف الصفقة، وقامت بتقسيمها الهيئة العامة للمنافسة إلى 26 سوق وقياس الحصص السوقية في جميع المنتجات البنكية لأطراف التركز الاقتصادي. ووجدت الهيئة العامة للمنافسة بعد تحليلها لطلبين التركز أن الكيان الجديد، سواء نتكلم في السابق الأول أو نتكلم في الحالة الأخيرة، هي مجموعة اندماج مجموعة سامبا والبنك الأهلي، أن الكيان الجديد لن يؤدي إلى قوة احتكارية تؤثر على المنافسة في السوق. سيد طلال بن عبد المحسن الحقيل، شكرا لك على هذه المشاركة، وأنت رئيس وحدة الاندماجات في الهيئة العامة للمنافسة.